ثالث ايام هذه الشارة، شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، التي دائما تأتي بالدعم الكبير والاهتمام بالموروث، موروث رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع هذا الشوط وننطلق مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة مع شوطنا القادم، وهو في هذه اللحظات يسير الشوط المنطلق، هو الشوط السابع والخاص بالجعدان الثنايا المحليات الأصايل. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، مباشرة أذهب إلى سراب من هجن العاصفة، يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما سلهود من يأتي في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة، يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا يأتي مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في المركز الثالث من الجانب الآخر، وينطلق في هذه اللحظات أيضا هنا يأتي في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل والرائع من خلال تواجد هذه الأسماء. الوصول هنا القادم عالي لأيضا عالي المنطلق لسمو الشيخ، هنا يتواصل عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف النهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. هنا ينطلق في هذه اللحظات ويغير من مركز إلى آخر، بينما الدخول على المركز الرابع. الوصول في هذه اللحظات مزاحم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد سلطان بن رشيد في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا الاسم القادم بدأ يتدخل أيضا هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتواجد علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، يقدم هذا الاسم وينطلق من خلال هذا التواجد مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذه أيضا الانطلاقة الرائعة والجميلة. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصل، وهو الطيار بالفعل اللي قادم بدأ يغير، ولكن الوصول هنا من حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي وصل في هذه اللحظات، بينما هنا وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا شاهين سمو الشيخ احمد بن سعيد بن رايد النعيمي فايز بن غفان اليابري في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا الوصول مشاهدينا الاعزاء من ريمان لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان الهيان يمع بن محمد بن خلفان المزروعي في عملية التضمير والتدريب. الوصول من الاسم القادم، وصل شاهين لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوب المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، من يتواجد هناك في مقدمة هذا الشوط عالي عالي على الصدارة لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان، يتواجد الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب، وهنا سراب سراب على المركز الثاني من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يقود هذا الاسم، ينطلق مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم من الجانب الآخر وصل في هذه اللحظات، الطيار وصل في هذه اللحظات ينطلق من الجانب الآخر بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، ولكن هنا القادم هنا المنطلق حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايح بن سالم الشاوي الغفلي وصل في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل ريمان لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان النهيان يمع بن محمد بن خلفان المزروعي، يضمر هنا القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. والوصول في هذه اللحظات يا سلام، هنا شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن رايد النعيمي فايز بن غفان اليابري، وصل سلهود ولكن من الجانب الاخر مزاحم تدخل، مزاحم بدا ياتي هنا في هذه اللحظات
يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بالراج بسعيد المكتوم احمد وسلطان بن رشيد السويدي في عمليه التضمير والتدريب. سلهود القادم في هذه اللحظات ينطلق بشعار هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير في عمليه التضمير والتدريب. بينما هنا المنطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام والباحث عن الفوز والانتصار من خلال تواجدي هذا الاسم وصل شاهين سمو الشيخ زايد بن المرمى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، وما زال عالي على المركز الأول، عالي في الصدارة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. يأتي هناك بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان والصادق فضل الأمين اللي أيضا يدير عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الثاني سراب من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير بدأ ينطلق مع هذا الشعار، بدأ يسير هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات على ثالث المراكز والمنطلق هناك حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغلي بدأ يتدخل من عمق الميدان مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي الأسماء، هذه هي الانطلاقات. وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على المركز الثالث، بدأ ينطلق هنا الطاير الطاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب. يتواجد سالم أو علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب مزاحم، بدأ يتدخل من الجانب الآخر بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد أحمد سلطان بن رشيد، يا سلام على هذا الاندفاع، يا سلام على هذا الانطلاق، أشواط السرعة من خلال تواجد سن الثنايا. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بدأ عالي، بدأ عالي يدخل أجواء الكيلو الأخير، ينطلق بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل هيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. يلا يا الصادق، هنا النجمة العيناوية تنتظر الفوز والانتصار من خلال هذا الاسم. هنا على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني تحرك حشيم، وصل حشيم في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. يتواجد ايضا سالم بن نايع بشاوي الغفلي، ولكن مزاحم، تدخل مزاحم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا احمد وسلطان بن رشيد، يا سلام، وهنا الطاير الطاير وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن غدير والوصول ايضا من شاهين سمو الشيخ زايد بن المرمى مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب، ولكن عالي عالي على الصدارة، عالي على المركز الاول، عالي ومزاحم، بدأ بالمزاحمة الى المركز الاول، عالي ومزاحم والطاير وصل هنا الطاير، ولكن عالي مزاحم مزاحم بدأ يغير، بدأ ياخذ المركز الاول، مزاحم على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الخطير احمد بن سلطان بن رشيد ايضا من يقود هذا الاسم، ولكن وصل، وصل الطاير، بدا يطير الطاير على المركز الثاني. هنا مزاحم على المركز الاول، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز. شكرا يا ايضا يا احمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني الطاير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث عالي وصل لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف النهيان. المركز الرابع وصل فيه شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرمى مكتوم المكتوم. المركز الخامس حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس. لحظات الإعادة أيضا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذا هو مزاحم قطع المسافة 9 دقائق 52 ثانية، أيضا بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم. بينما المركز الثاني وصل ب9 دقائق 52 ثانية وثمان أجزاء من الثاني اللي هو الطاير. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة لعلي بن راشد بن غدير. المركز الثالث وصل فيه اللي هو مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام كان عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان، قطع المسافة في 9 دقائق 53 ثانية، 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لكل الفائزين.